ازيكم عاملين ايه؟ انا فرح محسن، دكتوره صيدلانيه معاكم على تشانل دكتور جوي. النهارده هتكلم على موضوع حساس جدا، هتكلم على الكورونا. تساقط شعر، ايه اللي بنتكلم عليه؟ هقول لكم في ناس كتير وقطاع كبير جدا مهتمه بالموضوع ده، وعايزه اقول لكم ان في بنات كتير جدا بعد الفيديو ده هتلبس الكمامه، لان شعرنا عندنا اهم من اي حاجه. فالسؤال هو، هل الكورونا فيروس ممكن يؤدي لتساقط الشعر؟ الاجابه هي ايوه، بكم طريقه؟ بثلاث طرق. الموضوع على قد ما اقدر، لان الموضوع هو علمي بحت والناس بتتضايق شويه من الكلام العلمي. من فتره كبيره، يمكن من اكتر من 7 شهور، الابحاث شغاله على الموضوع ده. هل الكورونا فيروس بيوصل للهير فوليكلز وبصيلات الشعر؟ لغايه دلوقتي مفيش بحث ولا دراسه واحده تقدر تثبت ده. الكورونا فيروس لغايه دلوقتي غير مؤكد وصوله لبصيله الشعر ان هو يبقى عنده تاثير مباشر على بصيلات الشعر، ولكن لازالت الابحاث والترايلز لغايه دلوقتي كلها تؤكد حدوث تساقط شعر ملحوظ مع كل من يصيبهم الكورونا. يعني ايه كل من يصيبهم الكورونا؟ يعني احنا عارفين ان الكورونا ممكن تيجي للانسان على 3 اشكال. اول شكل ان هي تبقى نون سيمتوماتيك، يعني من غير اي اعراض، هتيجي وتمشي وحضرتك مش هتحس وهيبقى عندك اجسام مضاده في جسمك. تاني شكل وهي المايلد سيمتومز، يعني الاعراض المتوسطه، هتيجي هتحس بشويه سخونيه، شويه تعب، تكسير في الجسم واجهاد، وهتمشي بعد كده تروح لحالها وهيبقى عندك برضو اجسام مضاده. تالت شكل، ودي الاعراض السيفير، يعني الاعراض الخطيره، الانسان بيحتاج فيها اكسجين، الاكسجين بينزل في الدم بشكل ملحوظ، بالتالي بيحصل صعوبه في التنفس، بيضطر يحصل اكسجين سبلاي وامداد بالاكسجين، والحاله بتحتاج رعايه خاصه، بتتنقل المستشفى، بتتحط تحت الرعايه. دول الـ3 حالات الاساسيه. مين فيهم اللي بيعاني من تساقط الشعر؟ هقول لكم الـ3، بس الـ3 بيعانوا من تساقط للشعر في مرحله التعافي، يعني فيما بعد الاصابه بالكورونا. تعالوا بقى نشوف ازاي. لما الجسم بيخش في مرحله خطيره من حوصله الفيروس في الرئه واستقراره في الرئه، يعني زي ما احنا عارفين الكورونا فيروس ده زيه زي اي عدوى بتخش الجسم تستقر في الخلايا الحيه علشان تتكاثر وتتعايش، يبدا الجهاز المناعي يقاوم الكورونا فيروس. اول حاجه الغريبه اللي جوه الجسم دي متعايشه فيه، فيبدا يعمل ايه؟ يطلق اجسام مناعيه مضاده للالتهابات ومضاده للعدوى اسمها السيتوكينز. السيتوكينز دي تبدا ان هي تعمل لي سيل ديث، يعني بتموت لي الخليه اللي هي بتروح تهاجمها، وده شيء طبيعي لان هي بتقاوم حاجه غريبه في الجسم، وده واجبها اصلا وده اللي المفروض يحصل. ولكن خلايا كتير من الجسم عندهم حاجه اسمها امتياز مناعي، immunological privilege، وده اللي بيمنع الخلايا المناعيه دي ان هي تهاجم اجهزه الجسم، الا في حاله واحده، ان الحاله بتاعت الانسان ادت نشاط مناعي شديد جدا، فبدا جهاز المناعه ينشط 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 ويطلق سايتوكينز او الاجسام المناعيه دي بشكل كبير جدا جدا، وبدا يبقى مفيش سيطره عليه فيما يسمى بالسايتوكين ستورم، يعني عاصفه السايتوكين. وقتها يبدا فقد السيطره على الجهاز المناعي، وبيترك الجسم على قد ما بنقدر نحاول نسيطر عليه، تمام، ولكن بيترك الجسم وقتها يتصرف بقى مع بعضه. في الحالة دي السيتوكينز بتهاجم خلايا الشعر زيها زي أي خلايا في الجسم، زي خلايا الكبد وخلايا الرئة، وبتبدأ تهاجم الجسم كله. ووقتها الإنسان أصلاً مش هيبقى فاضي يشوف أنا شعري بيقع ولا ما بيقعش، هو طبعاً هيحصل تساقط للشعر ملحوظ جداً جداً يعني، تمام، ولكن وقتها الانسان بيبقى بيصارع لحياته اصلا، فمش هيبقى مهتم قوي ببعض تساقط الشعر. نتصرف ازاي مع الحاله الشديده دي لما يحصل لها كده؟ انا ما قداميش ومفيش حاجه في ايدي اعملها غير اولا الدعاء، تاني حاجه ان لما ربنا يكرم الحاله دي وتتعافى تلتزم بشكل شديد جدا ببروتوكول التعافي اللي هي الروشتة بتاعه منظمه الصحه العالميه في مرحله ما بعد الاصابه بالكورونا، عشان البوست سيمتومز بتاعتها العنيفه لازم نسند الجسم على قد ما نقدر، وده كل اللي في ايدينا للحاله دي. كده فاضل لنا حالتين لتساقط الشعر، ودي بقى بتيجي لاي حد بيعدي عليه فيروس الكورونا او اي عدوى جديده على الجسم. وهحط لكم في صندوق الوصف التجارب المعمليه والكلينيكال ترايلز اللي اتعملت علشان تثبت ان مرضى الكورونا بيحصل لهم تساقط الشعر. تاني نوع من تساقط الشعر بسبب الكورونا فيروس بتحصل في مرحله التعافي. يعني بعد ما يجيلي الكورونا بـ3 أو 6 شهور
هتلاقوا تساقط مضاعف اضعاف، يعني 3 أو 4 أضعاف تساقط الشعر الطبيعي بتاعنا. هنلاقي كم كبير جدا من الشعر بيتساقط، حوالي 200 او 300 شعره يوميا، وده كم كبير جدا جدا. بيبدا الشخص يتخض ويبدا يحس ان هو في حاجه غلط، ولكن لا، ده طبيعي جدا، لان الجسم بيبقى دخل في صدمه، ويبقى دخل في تفاعلات مناعيه كتير جدا، لان هو اتصاب بعدوى جديده، وعدوى مش هينه جدا على فكره. فيروس الكورونا عنيف وفيري ميوتنت، متطور جدا، والجسم عشان يهاجمه ويبدا يطلع له اجسام مضاده بيحارب. يا جماعه كل ده بيعمل للجسم زي صدمه، تروما، زي ما قلنا واتكلمنا كتير في فيديوهات بتتكلم عن تساقط الشعر. التروما دي بتبدا ان هي تعمل لي للجسم، تدخله في حاله كالوجين افلوفيوم. كالوجين افلوفيوم دي الجسم بيقعد من 6 لـ 9 شهور في حاله اكسسيف شادنج، في حاله من التساقط البليغ في الشعر المتزايد. هيفضل في حاله من 200 ل 300 شعره يوميا، والانسان هيبدا مش عارف هو في ايه. لكن انا بقول لكم توقعوا ده، لو اتصبتوا بالكورونا فيروس فبعديها بـ6 أو 9 شهور هيبقى في تساقط عنيف في الشعر. حلو ايه ده بقى؟ الصبر. اول حاجه انا بتكلم ولسه هتكلم كتير عندي على الشانل، نعمل ايه مع التلاجين افلوفيوم لو دخلنا فيه. وده على فكره حالاته او مسبباته مش بس ان انا اخش في صدمه من هذا النوع، لا، في مسببات تانية كتير. تابعوني بقى عشان تشوفوا او ارجعوا شوفوا الفيديوز في القناه. هنفهم مع بعض التلاجين افلوفيوم دي سريعا. الشعر عباره عن 3 مراحل اساسيه: الاناجين، الكاتاجين، التلاجين. التلاجين دي اخر مرحله في نمو الشعر، بتبدا الشعره تنفصل من البصيله بجدرها يا جماعه عادي جدا، وتبدا تستنى بقى مرحله ايه، انفصالها تماما، يعني خروجها تماما من فروه الراس. ده كده مراحل الشعر عادي. ولكن لما بيبقى اجريسيف او لما بيبقى عدد كبير جدا في وقت قريب من الزمن، بنسميه تلوجين افلوفيوم، فيما يسمى بالعربي التساقط الكلوي. ودي حاله من حالاته بيتم التساقط العنيف جدا بسبب وجود الحاله المناعيه دي بتاعت الجسم. والجسم طبعا بيخش بعد كده في حاله ضعف شديد جدا بعد الكورونا، بيبقى محتاج مني ان انا اهتم بجهازي المناعي، اهتم بغذائي، اهتم باللي باكله وبشربه، اهتم يا جماعه ببروتوكول التعافي. لا يقل اهميه عن بروتوكول منظمه الصحه العالميه وقت ما يكون عندك كورونا اصلا. ناس كتير جدا جايه تجي لي الصيدليه معاها روشتتين، الدكتور كاتب لهم روشتات، روشته الكورونا عادي، بروتوكول الكورونا وبروتوكول التعافي. في ناس كانت بتهمل هذه الروشته، طبعا انا عارفه ان الدواء غالي، ولكن دي اهم بكتير يمكن من روشته البروتوكول العادي. روشته التعافي دي فيها حاجات مضاده لتجلط الدم، فيها حاجات زي الكورتيكوستيرويد. ايه كورتيكوستيرويد دي؟ دي هي حاجات انتي انفلاماتوري وحاجات مضاده للالتهاب قويه جدا، علشان تساعد الجسم شويه بسبب الاضطرابات المناعيه اللي فيه. بروتوكول التعافي لازم نهتم بيه، مش اقل اهميه خالص من بروتوكول الكورونا نفسه. طبعا التلاجين افلوفيوم دي المفروض يبقى فيه ليها تعامل خاص، انا اتكلمت فيه قبل كده ولسه هتكلم فيه تاني، ازاي اتعامل مع نفسي في فتره التلاجين افلوفيوم. لو انا التزمت على قد ما اقدر، حاولت ان انا اقلل كل اسباب التساقط بتاعي اللي ممكن تعملها لي، سواء في التعامل بتاعي مع شعري او اللي انا بستخدمه او اللي انا بستعمله او التلف والذي منه، بالاضافه لان انا اعمل تحاليل واتاكد ان انا جسمي سليم، لان انا دلوقتي عندي دخلت في حاله اسمها تلوجين افلوجيوم، مش هتقف الا لما الشعر اللي انفصل كله من البصيله ده يطلع خالص، وقتها بقى يبدا يرجع الشعر تاني ايه، لحاله التساقط الطبيعي بتاعه. وقتها انا المفروض اعمل ايه؟ ادعم بكل ما فيا من قوه الشعر ان هو يرجع تاني، يرجع لنسبه النمو الطبيعي بتاعه. كل اللي بايدي وده اللي انا المفروض اعمله. ثالث وضع ممكن فيه يسبب تساقط الشعر بسبب كورونا فيروس. الفترة دي عامة احنا بقالنا 1.5 سنة يا جماعة من ضغط نفسي وكورونا وتحاليل والمناعة والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي ووفيات واصابات وتعافي، فترة صعبة جدا. اي حد بيروح يسمع ان هو بوزيتيف كورونا بيحصل عنده حالة من التوتر شديدة جدا جدا جدا، تؤدي للستريس، يعلي لي نسب الكورتيزول، هرمون الضغط الطبيعي اللي عندي في الجسم، وده بيبدا يحفز لي عمليه الاوكسيديتيف ستريس، وتحلل خلايا الجسم بسبب اطلاق الجسم لبعض الميدييتورز بيؤدوا لوفاه الخلايا. الاوكسيديتيف ستريس اتكلمت عليه قبل كده، يعني ايه ستريس؟ يعني ضغط؟ يعني ايه اوكسيديتيف ستريس؟ يعني اكسده في خلايا الجسم عن طريق ميدييتورز يطلقها الجسم في وقت الضغط، بتؤدي لتحلل الخلايا ووفاتها.
وده برضو بيؤدي لتساقط الشعر. يعني انا لازم وضروري اتحكم في الاسترس، بحاول ان انا ما ابقاش ستريس، لا اهلع لا تهلعوا، ما فيش اي حاجه تستاهل، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، ما فيش حاجه هتصيبك الا اللي ربنا كاتبه لك. ربنا كاتب لك يجي لك كورونا هتجي لك، ربنا كاتب لك تجي لك انسمتوماتيك ما تحسش بيها اصلا، تجي لك وسط، تجي لك سيفير، هتجي لك. ربنا كاتب لك النجاح هتنجو، ما فيش. يعني نحاول على قد ما نقدر نسيطر على الاسترس، نتكلم مع الناس، اللي تعبان نفسيا واللي مضغوط جدا يروح يشوف طبيب نفسي، دي ما فيهاش اي عيب، لان اوكسيديتيف ستريس ده مش بس هيأثر لي على شعري وهيعمل لي تساقط ملحوظ جدا في الشعر، لا، ان الاوكسيديتيف ستريس وفاه الخلايا من اضعف الخلايا في الجسم هي خلايا الشعر وخلايا الكبد، فبالتالي دول اول خلايا هتصاب بالاوكسيديتيف ستريس. يعني الشعر هيبدا يقع والكبد هيبدا يضعف، بالتالي هخش في مشاكل كتير جدا. يبقى اهم حاجه ان انا اهتم بصحتي النفسيه علشان توابع اي ضغط نفسي عليا مش حلو. كل كده الثلاث حالات اللي بيحصل فيهم تساقط للشعر بسبب الكورونا، وطبعا الكلينيكال ترايلز اثبتت ده. يا رب يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الدنيا كلها ويشفي اي مريض ويرفع عننا الوباء. اهتموا بنفسكم واهتموا بالاجراءات الوقائيه يا جماعه، صدقوني فعلا يعني صحه جسمنا عامه من اول شعرنا لغايه حياتنا اهم من اي حاجه. البسوا الكمامه، التزموا بالاجراءات الاحترازيه، التباعد الاجتماعي، اهتموا اي حد يحس باي حاجه يبدا يشتري بروتوكول، يروح الدكتور يعمل تحاليل يتاكد، اول ما يبدا يثبت ان هو عنده كورونا ياخد البروتوكول ويهتم. نصيحه، ما حدش يهمل البروتوكول التعافي، لازم نهتم بيه جدا. الجلطات لا قدر الله، تساقط الشعر واجهاد الجسم والعضلات، الضعف الجنسي عند الرجال، كل دي حاجات بتحصل بسبب اهمالنا العلاج الصحيح والبروتوكول الصحيح، من اول بقى الاجراءات الاحترازيه لغايه اجراءات التعافي من كورونا. ربنا يرفع عننا الوباء قريب يا رب ان شاء الله. هختم الفيديو بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. لو الفيديو عجبكم واستفدتوا اعملوا لايك وسبسكرايب، اعملوا لي فولو على السوشيال ميديا عشان هناك بقى بنتكلم ونتواصل وبنقول بعض المعلومات. ابعتوا لي على الجروب بتاعنا اي وصفات انتم حابين ان احنا نراجعها عشان نراجع مع بعض الوصفات. وشكرا جدا انكم شفتوا الفيديو. باي باي.